الفلاح إيه؟ ودعمها أيوة. ومرافقتها هي من بين أولويات بس. الحكم الـ كل الدعم إيه؟ اللي كان يتمد إيه؟ لتطوير الفلاح أيوة. يدعم وإن شاء الله يزيد أكثر. هذا مثلا هذا الاحتياجات إيه؟ تاع الطاقة الشمسية بالنسبة للفوراج أيوة. وبالنسبة لباتيمون ديلفاج أيوة. كلها نتكفل بها على مستوى بالإمكانيات المالية نتاع الدول. وعود وقرارات تطلق في كل زيارة رسمية لوزراء ومسؤولين بتزويد فلاحي ولاية غردايا بالكهرباء الفلاحية عبر تقنية الطاقة الشمسية، آخرها قرار تزويد المنطقة ب 500 كيلومتر من الكهرباء مخصصة للفلاحين. لا طاقة شمسية لا تريسيتي لا حاجة، راك تشوف مازال انا نسكو مكان لا تريسيتي لا والو، تريسيتي راه باش بعيدة علينا كاع مام با 100 متر. عندك الدار باش نخدموها باش نديرو تريسيتي ما كاين والو، خدام يجي هنا باش يقعد لك نهار زوج يروح يقول لك اخويا تريسيتي ما عنديش. وقفوا بينوا رواحهم باللي واعديننا على اساس طاقه شمسيه ما شناش، لحد الان ما شناش، في عام في عامين نسمعوا في هذه الهضره وما شناهاش تاع الطاقه الشمسيه، وماذا بينا الطاقه الشمسيه. مئات الفلاحين يكافحون الظروف القاسية والطبيعة الموحشة لاستصلاح أراضي صخرية وحولوها إلى منتجة، وينتظرون تجسيد تلك الوعود على أرض الواقع. بالطبع القطاع الفلاحي على غرار القطاع الأخرى رح يأخذ حصته حصة كبيرة يعني من في التزويد يعني بالطاقات الشمسية، أولا لأنه بعيد يعني على الشبكات، وكذلك تكلفة إنجاز الشبكات، وكذلك هي طاقة خطرة وطاقة جيدة، وحنا كذلك مستعدين باش نرافقوا يعني كل الفاعلين في هذا الميدان. ترقية النشاط الفلاحي يصطدم بعراقيل على رأسها بيروقراطية آليات الدعم ووعود المسؤولين التي تتحول إلى شعارات سرعان ما تسقط في الماء.